أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت من أحد المفتين أن الزواج بنية الطلاق جائز وأنه رأي الجمهور ولم يخالف في ذلك إلا الأوزاعي رحمه الله، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ نعم، هو زواج المستكمل لأركانه وشروطه في العقد زواج صحيح، ولكن نية الطلاق هذه تعكر عليه، لأن هذا ما يحصل به مقاصد الزواج. زواج يراد للاستدامة وللنسل، إنما هذا مؤقت ما يحصل به، ويشبه أيضا المتعة، متعة النساء عند الرواب، هذا من ناحية. لكن الآن كما تعلمون يسمون زواج المصيف، وزواج يروحون يتزوج كل ليلة عند وحده، ولا ربما أنهم تزوج واحد قبله في الليلة الماضية، لأنهم يدورون الفلوس، أهل تلك البلاد يدورون الفلوس، وهؤلاء يدورون الشهوة. هذا تلاعب بالنكاح وتلاعب بالزواج، ولا أظن أحد من أهل العلم يجيز هذا التلاعب أبدا. نعم.